هنا سوريا. كسوف جزئي للشمس تشهده الدول العربية اليوم، حيث يختفي فيه جزء من قرص الشمس خلف قرص القمر، وهي الظاهرة التي تعرف بالكسوف المختلط. مدينة الجلاء الرياضية في منطقة المزة بدمشق هي إحدى المراكز التي حددتها الجمعية الفلكية لرصد هذه الظاهرة بدءا من الساعة 3 ظهرا حتى نهاية الكسوف. نحن يعني بالكشافة قراب كتير للفلك وللجغرافيا. نحن يعني بهذا المجال دعينا العالم عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، نشرنا الخبر. والله نحن طول عمرنا بنشوف الكسوف بالبيت وكذا وعلى التلفزيون. قلت اليوم بطلع بشوف، يعني هيك بشوف العالم، بشوف الواحد الدنيا بخير وبشوف الناس كلها انه موجودة هون وبيتفرج على الكسوف كمان في المرة. ففرصة يعني مشان يشوف الواحد الكسوف عن حقيقة يعني وبالعدسات هاي اللي ما لها متوفرة. جيت لهون مشان نشوف شلون كسوف الشمس واخذت هذول النظارة مشان نشوف فيهم الشمس الأشعة مشان ما ينأذوا عيوني. وهون كان في كلهم مستمتعين بهاي الشغلة، وجيت لهون كمان استمتعت. تابع السوريون اليوم بشغف واهتمام ظاهرة كسوف الشمس، فهم رغم كل الظروف يحبون الحياة وتفاصيلها. من مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، لهنا سوريا، أمر صوان. هنا سوريا.